بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل بقية اللي هو السيلينج. احنا دلوقتي هنخش في حاجات تانية وحاجات داخلة في بعضها، مش داخلة في بعضها يعني صعبة، لكن مرتبطة ببعضها. واذا كان في اي اوامر داخلة في نطاق الشرح طبعا انا بدخله على اساس ان انت الحاجات اللي احنا قلناها نعيد نقولها تاني اثناء شرح مثلا زي السيلينج، علشان تبقى تفتكر الارتباط ما بين السينج والاوامر الفرعية. هنبتدي طبعا هنشوف الحاجات دي بعد كده. هنبتدي بالسيلينج element properties، وبعدين هناخد ازاي بنعمل create a custom سيلينج. create a custom سيلينج ان انا لما يكون عندي مثلا 3 رومز و3 رومز السيلينج بتاعهم نفس الماتيريال ونفس كل حاجه فيهم هم تمام، وعايز اخد وليكن روم 2 واعمل له عمليه تغيير، ان انا اغير في اللون بتاعه، اغير في الشكل بتاعه، اغير في الهايت بتاعه، يبقى ده اسمه ان انا بعمل كاستم للسيلينج بتاعي. باخد سيلينج معين من الاوض الثلاثه واغير فيها. وبعد كده بس مره تانية ان شاء الله هنخش في الكرييتنج سلوبينج روف. احنا اتكلمنا عن الروف قبل كده وشرحناه وشرحنا تفاصيله، لكن افرض انت مثلا، ودي عدت علينا، افرض انت مثلا عايز تعمل الروف والروف ده بيكون مايل. الروف ده يكون ايه؟ مايل، بمعنى ان هو يكون يكون فلات وفي نفس الوقت يكون سلوب. يكون فلات وفي نفس الوقت يكون مايل، مايل يعني مش سلوب مش هيبس. يعني وليكن انت حتى لما بتيجي بتشوف في بعض المباني القديمه او الجراجات او المخازن او اللي بيشونوا فيها، بتلاقي فيه مبدا مثلا والسقف بتاعه بيبقى مايل كده. مايل يعني ايه؟ بانجل معين 30 15 الى اخره. الروف نفسه بيبقى فلات، الروف نفسه بيبقى فلات تمام. لكن افرض انت عايز تعمله سلوب بميل معين، ازاي تعمله؟ ده برضو ايه اللي ايه هنتكلم عليه الاول عشان ايه نبدا على طول. هنبتدي بالسيلينج element properties. انا مثلا عايز اعمل نبدا اللي هو الليفل 1. عندي الليفل 1 هنا مثلا تمام. حاجي هنا مثلا، انا لو جيت عند الفرونت، يعني انا لو جيت عند الفرونت كده اهو ورحت جاي عند الفرونت بهذا الشكل تمام. انا عايز اعمل روف على ايه؟ على ليفل 3. يبقى انا حاجه كده اهو واجي عند البلان الفلور بلان واتاكد ان انا على ليفل 3 مش على الايه، مش على السيلينج تمام. وبعد كده هعمل روف هنا اهو، هعمل ايه؟ روف هنا تمام. في حاجه هنا هقول له اركتكشر، ومن الاركتكشر هقول له روف، واجي من عند الروف اقول له روف باي فوت برنت تمام. طيب انا عايز احط روف برنت بتاعنا. حاجه هنا اهو اشوف اللي عندي، هروح الاقي ايه روف، وليكن روف ايه بيزك وان جينيريك اللي هو ده تمام. طيب ابص طبعا الاوبشن بار اللي احنا اتعلمنا عليه تمام. كون ان هو هيبقى سلوب كده، يبقى معنى كده ان انا هرسمه سلوب زي ما اتعلمنا قبل كده زمان تمام. يبقى انا لازم اخليه ديفاين سلوب انشيك. ليه؟ علشان اخلي الايه الروف بتاعي ايه؟ الروف بتاعي فلات، الروف بتاعي ايه؟ فلات. الاوفر هانج هخليه 30 تمام؟ حلو قوي. وبعد كده حاجه عند البيك وول كده، وبعد اجي هنا اهو واروح ايه؟ هيجي لي الاول ايه؟ الضغط بتاعي، اروح دايس على ايه؟ تاب، مفتاح التاب بتاع الايه؟ بتاع الكيبورد، يقوم واخد لي ايه؟ سيلكت الايه؟ اول، اولز اللي موجود، اعمل كليك كده اهو واروح اقول له ايه؟ هقول له فينيش. تمام. لما اجي اعمل 3 دي فيو كده هبص الاقي الايه، هلاقي الروف عندي اكتمل بقى فلات كده. كويس، حلو قوي. تعالى هنا بقى هنعمل سيلكت ده تمام. افرض انا عايز اعمل شويه اديت او موديفاي في الانتيريور، او يعني انا عايز اعدل وانا على 3 دي فيو هنا اهو، اعدل شويه حاجات موجوده في الوول جوه. طب ازاي؟ هتقول لي ممكن اعمل كده اهو، اقول له سيلكت واعمل له كده من النضاره، اقول له هايت، اقول له ايه؟
هاي هاي روح بالخلف ماشي، دي طريقة. برجع تاني قلنا زي ما اتعلمنا قلنا ريسيت. في طريقة تانية بقى، ايه هي بقى؟ بتسلكت للايه؟ للروف ده، تمام. اعمل رايت كليك، اعمل ايه؟ رايت كليك، هلاقي عندي هنا ايه؟ هلاقي عندي هنا في حاجة اسمها اوفر رايت جرافيك ان فيو. اوفر رايت جرافيك ان فيو مش حاجة هنا، هلاقيه يا اما باي اليمنت يا اما كاتيجوري يا اما باي فلتر. احنا شرحنا قبل كده الفرق ما بين الاليمنت والكاتيجوري، وهقول لك بسرعه كده. الاليمنت لما انا اجي هنا اهو ويكون عندي وول زي ده بسرعه كده اهو قوي، علشان ايه؟ تبقى ايه اهو كده اهو، عملت سيلكت لده، وبعدين جيت عند النضاره كده وقلت له ايه؟ هايد اليمنت. هيروح ايه عامل لي هايد للايه؟ للوول بس اللي انا اخترته، للوول بس اللي انا ايه؟ اللي انا اخترته، لان انا قلت له هايد اليمنت. يبقى الاليمنت اللي هو الحاجه اللي انت بتختارها او الحاجه اللي انت بترسمها فقط لا غير، تمام. لكن الكاتيجوري، طيب كنترول زد معلش، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه اكستيريور وول سالون، تمام. لو في اكستيريور وول روم وانا جيت قلت له كده اهو وقلت له هايد وهايد اليمنت، هيروح عامل لي هايد للايه؟ اكستيريور وول سالون بس. لكن اكستيريور وول ولا انتيريور وول ولا روم ولا كيتشن، وول كيتشن، مش هعمل له هايد. ليه؟ لان انت مختار اليمنت، ولا عشان اخترت اليمنت واخد ده، لان ده فاميلي. لكن الوول كيتشن ده فاميلي تين، الوول روم ده فاميلي تالت، تمام. يبقى كل واحد فاميلي لوحده، يبقى ده اليمنت وده اليمنت وده اليمنت، لغايه كده كويس. كنترول زد. لكن لو خدت ده وقلت له كده وعملت له كده هو بالنضاره وقلت له هايد كاتيجوري، هتبص تلاقي اي وول قدامه هيشوفه هيشيله، اي وول قدامه هيشوفه هيشيله. نفس الحكايه ويندو، هايد ويندو ماشي اليمنت، هيروح عامل لك هايد للايه؟ للاليمنت بس. لكن لما تقول له هايد كاتيجوري، اي ويندو شايفه في المبدا كله او في البلان اللي انت واقف فيه هيروح شايله، تمام. كنترول زد. فهمنا الفرق ما بين الاليمنت والكاتيجوري؟ بفكرك تاني عشان انت تبقى عارف. فانا حاجه هنا اهو واعمله سيلكت كده، اقول له رايت كليك، وبعدين اقول له اوفر رايت جرافيك ان فيو، وبعدين اقول له باي اليمنت. حلو قوي. جاب لي ايه؟ جاب لي مجموعه من الاوامر اللي موجوده. خلي بالك بقى من الحته دي. عندي بروتكشن لاين، بروتكشن لاين، سيرفيس باترن، سيرفيس ترانسبيرنسي، كات لاين، كات باترن. ايه ده بقى؟ طيب اولا فوق هنا عندي في حاجه اسمها فيزيبل، في حاجه عندي اسمها ايه؟ ايه فيزيبل دي؟ فيزيبل دي يقصد بيها انا عايز اجيب مثلا حته برتقانايه من شجره، ما عنديش سلم، هطلع على الشجره وبعدين من على الشجره هاخد الفرع وبعدين الفرع التاني وبعدين الفرع التالت، وبعدين اخد البرتقان وبعدين انزل تاني او انط زي ما انا ايه؟ ارجع زي ما كنت، لغايه كده كويس. انا بديك مثال لغايه كده كويس. حلو قوي. لما عندي هنا اهو فيو سبيسيفيك اليمنت جرافيك، تمام، منقسم الى ايه؟ بروتكشن وسيرفيس وسيرفيس وكات وكات باترن، تمام. الفيزيبل ده يحتوي على ايه؟ أو 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 بيشمل إيه؟ بيشمل كل اللي أنت شايفه ده. يعني أنا لو قلت له كده أهو هيبقى انفيزيبل، هيبقى زي هايد، وطالما هيبقى هايد يبقى كل الحاجات اللي هنا هتختفي، هتبقى هايد. رجعت تاني عملت كده خلاص، تمام؟ يبقى ده جوه ده، يبقى الفيزيبل تحتيه ده، تمام؟ عشان كده مثلتك بالإيه؟ موضوع الشجره والبرتقال، تمام. طيب يبقى انا لما اقول له فيزيبل واقول له ابلاي، ايه اللي حصل؟ قلت له اوكي، يبقى عامل هايد ولا لا؟ عامل هايد، تمام. يبقى اذا حته الفيزيبل ده بيشمل الكل، بيشمل الايه؟ للكل. كنترول زد، هاخد ده تاني واقول له سيلكت، وبعدين سيلكت رايت كليك، وبعدين من رايت كليك اوفر رايت جرافيك باي اليمنتس، تمام. ورحت داخل جوه بروتكشن لاين. كلمه بروتكشن لاين اللي هو الخط المحيط، الادج بتاعه، بروتكشن لاين، تمام. فعندي هنا كلر،
فانا عايز اغير الكلر بتاعه بتاع الايدج واخليه خليه اصفر عشان يبين باين قدامك، وهقول له اوكي واقول له اوكي واعمل كده. ايه اللي حصل؟ اللون بقى ايه؟ اللون بقى لونه اصفر. تمام، يبقى انا غيرت في الايدج بتاعه، صح ولا لا؟ تمام، هعمل كده اهو واقول له سيلكت واعمل له رايت كليك، وبعدين اقول له اوفر رايت باي اليمنت، وبعدين من باي اليمنت هاخد عند الويدث، ومن عند الويدث هخليه 8. الناس اللي كانت تاخد اوتوكاد وكان بيعملوا لير وبعدين عايز يخلي الخط مثلا بتاع الهول يخلي الويدث بتاعه 4 أو 5 أو 6، كان بيعمل كده ولا لا؟ كان بيعمل كده اهو، ويروح خلي الويدث مثلا ايه 8 أو 9، ده نفس الحكايه نفس المنظومه. تمام، فانا خليته 8 وبعدين قلت له ابلاي وبعدين قلت له اوكي. ناس هتقولي الله ده الخط زي ما هو، ما حصلش ايه؟ الخط الويدث بتاعه ايه؟ ما تخنش، ما بقاش تخين، بقاش سين تخين قوي. هقول لك ايه بقى؟ هقول لك اه ليه؟ انت بقى طالما ما عملتش كده وعملت على 8 او كده، تروح جاي عند الفيو، ومن عند الفيو هتلاقي السين لاين، تدوس على السين لاين هتبص تلاقي ايه؟ حصل ايه؟ ادالك التخانه بتاعتك. بالظبط بالظبط زي الاوتوكاد، لما بتفتح اللير وبعدين بتاخد خط وليكن لير معين، وبعدين بتخلي الويدث بتاعه او هترسم الويدث بتاعه بتاع اللاين وهتخليه الكلر بتاعه بلو، وخليت الويدث بتاعه لونه 8، وبعدين كنت رسمته، هتبص تلاقي اللاين ايه؟ زي ما هو. تنزل تحت في التاسك بار وتبص تحت هتلاقي في حاجه اسمها عندك ويدث ايه؟ ويدث لاين، تروح دايس عليه بمفتاح كده اهو هيروح ايه؟ ظهر نفس الحكايه. تمام، نرجع تاني، هعمل رايت كليك كده اهو، واروح هعمل سيلكت ده كده اهو واقول له رايت كليك، وبعدين من رايت كليك اوفر رايت الفيو، وبعدين اقول له باي اليمنت، وبعدين هعمل كده ريسيت. الريسيت بيرجع كل حاجه زي ما كانت، بيرجع كل حاجه ايه زي ما كان. حلو قوي. حاجه هنا عند الكلر كده اهو، ورحت جاي خليته اصفر واقول له اوكي، وبعدين حاجه عند الباتر، اغير الباتر بتاعي. الباتر ده يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه الخط اللي هو بتاع الباتر اللي موجود، وليس السيرفيس الباتر بتاعي. انتوا فهمتوا الحته دي؟ فهمنا الحته دي كويس قوي. هعمل ريسيت ونروح داخل بعد كده، نخش على ايه؟ على السيرفيس باتر. السيرفيس باتر اللي هي الواجهة او السطح او البلين او الشيب. تمام، نفس الحكايه برضو في السيرفيس باتر. باترن هروح اقول، خلي بالك خلي بالك هنا في الفيزيبل بتاع السيرفيس باترن، الفيزيبل بتاع الفيزيبل يعني الفيزيبل خاص بالسيرفيس باترن بس، في حين ان ده شامل ايه؟ كله. يبقى ارجع تاني كده اقول له كده فيزيبل، اقول له ابلاي واقول له اوكي. فين فين الباترن؟ اختفى بقى هايت، صح ولا لا؟ حلو قوي. هروح جاي كده واعمل سيلكت ده واعمل رايت كليك واقول له اوفر رايت، وبنقول له باي اليمنت، وهبص هنا افتح، مجرد ما بفتح هنا هلاقي هنا ايه؟ في فيزبل. هعمل كده واقول له اوكي خلاص. تمام، طيب انا جات لي برضو علشان انت تبقى عارفها برضو، انا جات لي حاجه سؤال وانت برضو كنت ممكن تكون بتسالها وما انتش عارف الاجابه بتاعتها. انا لما هاخد الروف ده زي ده واعمل له رايت كليك، وبعدين حاجه عند الاوفر جرافيك انفيو بقول له باي اليمنت، وبعدين حاجه عند الفيزبل ده اقول له اوكي، وبعدين اقول له اوكي. ده بقى هاي، صح ولا لا؟ زي ما اتعلمنا قلنا قبل كده. طب عايز اجيبه تاني، هجيبه تاني ازاي؟ ده هايد، ده اليمنت بحاله هايد. طب انا هجيبه ازاي؟ افرض هقول له، هتقول له رايت كليك، مفيش رايت كليك، الله مفيش رايت كليك من هنا، رايت كليك من هنا. طب انا هجيبه ازاي؟ حاجه عند النضاره ملهاش دعوه، لان النضاره دي تشتغل لما تعمل سيلكت الاوبجكت، سيلكت الاليمنت، سيلكت الكاتيجوري بس. قال لي اعمل ايه؟ قال لي بنزل تحت هنا اهو واروح جاي عند اللمبه، اجي ايه عند اللمبه فين؟ عند الريفل هايدن اليمنت. تمام، ماليش دعوه بالايه، بالتمبوري، عند ده واروح دايس عليه، هبص الاقي ظهر لي ايه؟ ظهر لي ده. يبقى انا كاني عملت هايت اللي هو الرايت كليك اللي انا هوريه لك. هعمل رايت كليك، هاخد ده اعمل له سيلكت، اقول له رايت كليك،
وبعدين اجي عند ما اجيش عند الانهايد، انا ممكن اقول له انهايد ان فيو، اقول له ايه element خلاص، وبعدين قاعد في لندن هتروح جايه. تمام. تاني الحته دي هاخد دي واروح اعمل لها رايت كليك واقول له اوفر رايت ان فيو. تمام. وبعدين هقول له باي element، حاجة عند الفيزبل ده هقول له ايه انفيزبل انشيك، واقول له اوكي خلاص بقى هاي. عايز اجيبه تاني، عايز اجيبه في طريقتين تقدر تجيب بينهم، في طريقتين تقدر تجيب بينهم. الطريقه الاولانيه حاجه عند الريفل هايدن كده اهو، هبص الاقيه بيقول لك انت ايه ده، خلي بالك انت عامله ايه، عامله هايد. هقول له رايت كليك، هقول له رايت كليك، وبعد كده هقول له ايه اوفر رايت جرافيك فيو زي ما ابتديت، واقول له ايه باي اليمنت، هلاقي ده معمول له نقطه صح ولا لا. هروح اعمل كده هيقول لي فيزيبل خالص، هعمل كده تاني واقول له اوكي خلاص، روح طفي النور رجع زي ما كان. في طريقه تانيه اللي هي ايه الطريقه اللي احنا شرحناها قبل كده، بنعمل كده ونقول له رايت كليك، وبعد كده بقول له اوفر رايت ان كده اهو، وكده قلت له فيزيبل، هقول له اوكي هرجع تاني واروح جاي هنا عند الهايدن واروح جاي هنا واعمل سيلكت ده، لازم اعمل له سيلكت عشان يجيب لي المنيو ده، وبعدين اقول له اوفر جرافيك ان فيو واقول له باي اليمنت، وبعدين من اي باي سوري حاجه كده اهو، واقول له الطريقه الثانيه اللي هي دي، وبعدين له رايت كليك واجي عند الانهايد ان فيو هنا اهو، هلاقي الاليمنتس عندي هنا ايه ظاهر، اروح دايس عليه كده اهو واروح طافي البتاع، يرجع كل حاجه زي ما كان. فهمنا؟ يبقى حته الاثنين مرتبطين ببعض، الاثنين مرتبطين ببعض اللي هم هايد ان فيو وان هايد، والاوفر رايت جرافيك ان فيو اليمنت جرافيك، الاثنين دولت مرتبطين ببعض. عملت فيزيبل هنا، عملت انفيزيبل هنا، هيعمل لك هايد هناك، عملت ان هايد هناك هيعمل، وهكذا. تمام. طيب يبقى احنا كده خدنا ده وعملت سيلكت كده اوفر رايت ان هايد، وقلت له باي اليمنت، باي اليمنت قلنا سيرفيس باترن، السيرفيس باترن لما بعمل كده قلنا فيزيبل بايه بيغير الايه، بيشيل بيعمل هايد للايه للباتر بتاعي. تمام. الكالر ده اللي هو الكالر بتاع الباتر، الكالر بتاع الباتر مش الكالر بتاع الروب بتاعي، فاجي انا اخليه اصفر. تمام. وبعدين اقول له اوكي اوكي، هقرب قوي بقى هتلاقي بقى الباترن بقى لونه ايه، بقى لونه اصفر. رايت كليك كده اوفر رايت ان جرافيك فيو باي اليمنت، وبعدين انا هرجع كل حاجه زي ما كانت خلاص. ايه بخليه ايه نو اللي هو ايه نو باترن يعني او نو كلر يعني. باجي عند الباترن هنا اهو، ده اللي هي الباترن الخطوط او الشكل بتاع اللي هو السيرفس بلان بتاع الباترن بتاع الماتيريال بتاعي، بتاع الايه بتاع الماتيريال بتاعي. طيب تمام قوي. تعال ناخد بقى السيرفس ترانسبيرنسي. السيرفس ترانسبيرنسي دوت ان انا بخليه شفاف، اخلي الروب بتاعي ايه شفاف، وانا على سيدي فيو واقدر اشتغل جوه واقدر ودولت بيعملوها دلوقتي او بتتعمل او موجوده في الاوتوكاد، اللي شغال في الاوتوكاد في اللير هتلاقي في حته الترانسبيرنسي، ان انت بتاخد اي لير من الليرات وبعد كده بتخلي الترانسبيرنس 100% او 10 او الى اخره على الماكسيموم، هتبص تلاقي الخط ايه رفيع قوي شفاف قوي. ماشي. نفس الحكايه هنا، حاجه هنا عند السيرفيس هنا اهو باترن، قلت خليته ايه 100%، اقول له ابلاي، اقول له اوكي. راح ايه جاب لي ايه، خليه لي ايه ترانسبيرنسي صح ولا لا، شفاف، بس انا اقدر اشتغل جوه صح ولا لا. بس الباترن ده مضايقني، الباترن ده مضايقني، خلاص هنعمل له هايت. تقدر ايه تعمل له هايت، يبقى انت هتاخد ده كده وتقول له رايت كليك، ومن رايت كليك تيجي عند الباترن وبعدين اليمنت، وبعدين تيجي عند السيرفس باترن كده وتقول له انفيزبل وتقول له اوكي اوكي. هتقدر كده تشتغل براحتك ولا لا؟ هقدر اشتغل براحتي، ومديك الايه الايدج بتاع الايه بتاع الروف، لان انت عامله ايه، لان انت عنده ترانسبيرنسي. لكن لو كنت عامل له فيزبل انفيزبل كانش هيديك حاجه خالص. تمام. حاجه عايز اخد ده مثلا، عايز اخد الوول ده واروح مطلعه فوق، يبقى هقول له سيلكت ده، وبعد هقول له
وهروح اقول له ايه، وده وده وخد لي ده ماشي. وبعد كده هقول له ايه attach top base، عايز تطلعه الايه لفين؟ لده. هروح حاطه ايه لده، يبقى انا طلعته فعلا ايه لفوق بهذا الشكل. وده نفس الحكايه برضو، الول ده بتاعي ده برضو نفس الحكايه، هروح اقول اتاتش، وعايز تخليه لفين؟ اخليه لفوق. خلاص يبقى خليت كل حاجه تمام. عايز ارجع كل حاجه زي ما كانت، هروح جاي هنا اهو، واجي من عند ده واقول له رايت كليك، وبعدين اقول له اوفر جرافيك ان فيو، وبعدين اقول له باي اليمنت، و هاجي هقول له فيزيبل لده، وبعد كده هروح او اقول له ريسيت وخلص نفسي، واقول له ابلاي، واقول له اوكي خلاص كل حاجه رجعت زي ما كانت. حلو قوي. طيب خدت ده ورحت قلت له رايت كليك، وبعدين قلت له اوفر رايت ان جرافيك ان فيو، قلت له باي اليمنت، خلص كات لاين والكات باترن دولت. لما اقول كلمه كات دي يعني سكشن، يعني ايه؟ يعني سكشن، صح ولا لا؟ تمام. وطالما سكشن يبقى التغييرات اللي هتحصل في الفيو سبيسيفيك اليمنت جرافيك اللي انا بعملها مش هتحصل ولا تظهر الا فين؟ الا فين؟ الا في السكشن. لكن انت مش هتشوفها ولا على 3 دي ولا هتشوفها في البلان. طيب تعال نجرب. هاجي هنا اهو، واجي عند ليفل 1 كده اهو، من عند الليفل 1 كده اهو، جاي كده اهو، وبعدين انا حتى عامل سكشن هنا اهو كده اهو، واروح جاي كده وهقول له دبل كليك، هيروح ظاهر لي ايه؟ ظاهر لي السكشن بتاعي. السكشن بتاعي ده انا هخلي فايل تمام، وبعد كده هخلي ده واقول له ايه كونسيدر كلر كده كويس، لا خليه هايدن علشان ايه نبقى شايفين كل حاجه واضحه تمام. حلو قوي. جيت هنا عند الروف ده ورحت عملت له ايه سيلكت، قلت له رايت كليك اوفر رايت جرافيك ان فيو، قلت له باي اليمنت، خدت الكات لاين ده تمام. انا هخليك تعيش في الايه في الشغل اللي انت ماشي فيه، هخلي الكلر واخلي الكلر ايه اصفر، واقول له اوكي، واقول له ايه ابلاي، واقول له اوكي. ايه اللي حصل اهو؟ ايه اللي حصل بقى؟ اصفر صح ولا لا؟ تمام. خدت ده يبقى ظهر هنا هو ولا لا؟ ظهر هنا، لكن ما كانش هيظهر لك فين؟ في البلان تمام. هعمل كده واقول له رايت كليك، واقول له اوفر باي اليمنت، ورحت جاي وخليت الويتس عندي 7، وقلت له ابلاي، وقلت له اوكي، وجيت هنا اهو وعملت كده اهو، هلاقي ايه جاي ايه؟ عايز اخفي ده، هاجي عند الفيو هنا، ومن عند الفيو كده هقول له السين، ومن عند السين كده هروح كده راح رجع تاني، عايز اخلي 7 يظهر اهو، هعمل رايت كليك واقول له كده اهو، واقول له رايت كليك، اقول له اوفر الفيو باي اليمنت، وبعدين من باي اليمنت هقول له ريسيت، كل حاجه هترجع زي ما كانت، ابلاي خلاص بقت ايه؟ اوكي. الكات باتر اللي هو لو في باتر في السكشن اللي هو هنا، يعني لو كان ده هنا في باترن عندك هنا بس هنا مش هيبان، لكن لو افرض عندك في السكشن هنا، قلت له اوكي يا رب بس انا اعرف ايه تتعمل. ادي الكلر اهو اهو، ممكن هنا ممكن تيجي على الهول، يعني انا لو اخدت ده كده معلش عملنا رايت كليك عشان ما نلخبطش، وعمل كده اقول له ايه ريسيت، واقول له اوكي، وجيت عند الهول هنا اهو او ده، قلت له رايت كليك، وقلت له اوفر ان فيو، وبعدين باي اليمنت، وبعدين جيت عند الكاتر باتر ده وقلت له فيزيبل تمام، قلت له ابلاي، اهي اهي ده عامل ايه؟ عامل ايه اهو؟ خفى الباتر اللي موجود في السكشن، خفى لان فوق هنا في روف ما كانش فيه باتر، خفى هنا اهو. عايز ارجعه تاني اهو، رجع تاني وهقول اوفر رايد ان فيو باي اليمنت، وبعدين اجي هنا واقول له فيزيبل، وبعدين اقول له اوكي خلاص رجعت كل حاجه زي ما كانت. اخر حاجه بقى عايز اقولها، لما نرجع تاني للليفل 1 كده اهو، او نجيب عند 3 دي فيو كده اهو، وجيت كده تمام وقلناها كده، افرض انا عايز احط واحد تاني هنا، يعني هحط واحد تاني، انا هقول له ليفل 3، وبعدين جيت هنا وعايز احط روف تاني هنا اهو تمام، في حاجه هنا اهو هقول له اركيتكشر، وبعدين من الاركيتكشر حاجه اقول له روف، وبعدين من عند الروف
هقول له روف باي فوت برينت نفس الحكايه بيكون، وبعدين اجي هنا اهو واعمل تاب كده واعمل كليك كده اهو واقول له بدل ما اخليها بيزك 1 هخليها بيزك 2، وبعدين اقول له فينيش خلاص، وبعدين اقول له 3 دي فيو اصبح عندي 2 لغايه كده كويس ما فيهاش اي مشكله. تمام. لو انا بقى اخدت ده وعملت رايت كليك وقلت له اوفر رايت جرافيك ان فيو بس قلت له باي كاتيجوري، يبقى نفس السبيسيفيكيشن بتاع الحاجات اللي احنا شرحناها بدل ما هتتعمل كاليمنت هتتعمل كايه؟ ككاتيجوري. يعني لو قلت له فيزيبل انا اخترت واحد اهو وقلت له فيزيبل قلت له اوكي اخد كله صح ولا لا رغم ان انا اخترت واحد بس، كنترول زد هرجع تاني واروح واخد ده، هرجع تاني واروح واخد ده واعمل رايت كليك وبعدين اوفر رايت ان فيو باي كاتيجوري، وبعدين جيت هنا عند السيرفيس باترن وخليته الكالر بتاع الباترن خليته مثلا يعني ريد، قلت له اوكي ابلاي اوكي، هتبص تلاقيه هو بقى ريد بس هو مش باين قوي، احنا نخليه اصفر احسن علشان او رايت كليك وبعدين اوفر رايت باي كاتيجوري، وخلينا هنا هنخليه اصفر طالما قلت كاتيجوري يبقى اي روف موجوده هيخلي الباتر بتاعه كله ايه لونه اصفر اهو بهذا الشكل. تمام. هرجع تاني واروح ده اللي انا عايز اقوله لك الفرق، هقول له رايت كليك واعمل كده واقول له باي كاتيجوري وبعدين اقول له ريسيت كل حاجه هترجع زي ما كان. اوكي. ونفس الحكايه بالنسبه للوول، ونفس الحكايه بالنسبه للويندو، ونفس الحكايه بالنسبه لل الدور والى اخره كده، ونفس الحكايه بالنسبه للدور والويندو كده. يبقى احنا قدرنا نشرح السيلينج اليمنت بروبرتيز. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هنشرح ازاي بنعمل كرييتنج للكاستم السيلينج باذن الله، واشكركم.